السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صباحكم الورد والياسمين المنثور، صباحكم نرجس، صباحكم طيب وطياب وريح ورياحين وكل كلمة طيبة. والله اللي مرحبا باللي تولهت عليهم يومين يومين على تلا يومين على تلا. يلا يلا تقبط غصب زور ميود عمري، غصب زور ميود عمري، غصب زور لجل الشوقت في خاطري مني. اولا حي وحاي وبيع مسابيح لاجل العرب تفتك شوي من هالحشره اللي ما توجف كل يوم من اصبح ليل امسي العي. قلت في خاطري اخليهم شويه يوم يوم النهار ثاني يرتاحون من الصدع والديان، وعقب ابوي لاحجين على الرمسه وعلى الهذربان وعلى السيره وعلى اليي وعلوم ما شي كثرها. اسب الوادم تقدر شويه تاخذ مدى في التفكير، والشرق وغرب وعندك ودونك يعرفون يعرفون الليلهم من اللي عليهم. فلذلك تلقطني بعض الاحيان اوجه في يوم ويومين وشبه يوم ويومين وعلى هالمتعه كل فتره من الفترات. المهم طالت عمركم، كانت اجازه جميله في منتهى الروعه في زنجبار، عشت فيها 5 ايام جميلات فنانات. يعني ما كنت اتوقع يوم من الايام الله اني بسير بلد. انا صرت كيب تاون، صرت كيب تاون في جنوب افريقيا، لكن جنوب افريقيا غير وهذه غير. اتوقعت ان في تشابه، يعني ما في اي تشابه ابدا. هذه تحس كانك زنجبار بلد عربي، بلد عرب، وكانك ياسوي عرب. الريح والخناخيش والبنيان والمسايد والاذانات، وين ما تصير تشوف الآثار العربية وتشوف الناس العرب وتشوف أشكالهم رمستهم فيها 90% من العربي. فأكيد سبب لي أنا صدمة. أنا ما كنت أعرف أن في أن البلاد تحت استعمار عدة سلطات كانت من أول، من ضمنها خلّوا الموضوع، لكن أهم ما في الموضوع كأنك جالس في عمان، كأنك جالس في عمان، لكن في جو مختلف وموقع مختلف وبيئة مختلفة. لك سبحان الله كأنك جالس في عمان، لا إله إلا الله. العرب كلها تصيحة وكل قال لي ما كنت أتوقع يوم من أيام الله أني أنا بسكلين زنجبار. أبدا ما كان في الحسبان، أبدا حاط في بالي شيء آخر أبدا أبدا غير عن اللي شفته. فسبحان من غير وجهة نظري وخلفها. فلذلك لقطت عمري، مش أنا بس، عشرات الناس مسوين مشاريع، الكوفيهات والمطاعم من عندنا من الإمارات، من كوفيهات شباب إماراتيين، شباب إماراتيين مسوين مشاريع كوفيهات هناك ومطاعم. والله أقولك مني خاطف من ضمن المحلات اللي أشوفها محلات قديمة في نص المحل التحرى سبحان الله مسوي سنة، الليتات والدنيا وزوالي معك مفرشات معدلات. أقول في خاطري هذا مطعم ولا شو؟ نش قال لي والله أبو مدرك هذا مطعم جديد توه فاتحين فوق، ما بتحت فوق في سلم يوديك لين فوق. خطفت والله أنا يوم صرت الطرف الثاني، ولأن الشباب يقول أبو محمد أبو محمد مرحبا. قالوا وين احنا فاتحين هالكوفي، فاتحين هالكوفي، وين هذا الباب؟ المهم دخلت وسلمت عليهم وتقهويت من الباب هذا الطرفان اللي قلت لكم، ما باللي خطفت عنه وقال ابو مدرك هذا مطعم توهم فاتحينه طريقه هذا يودي لين السطح، لا من الطرف الثاني ترى له بابين الطرف هذا وهذاك. المهم دخلت يوم الحين قال ما علي نصور، قلت هي نعم تعب نصور وياكم يسعدني. ورديت على مثل ثري وين الباب اللي دخلنا من، قال لا بنسير الباب الرئيسي. يوم سرت الباب الرئيسي ولا قلت بمدرك توني اتخبرك اقول لك هذا شو، تقولي هذا مطعم اجانب فاتحين وفوق اللي يلسوا هذا للممر اسبتي في ليتات وما ادري. قلت غرب الله شو بقول لكم، لا حول لا قوه. قلت بمدرك شو هالمعلومات الخاطئه. المهم بمدرك هذا طارت اعماركم روحه اسطوره، فنان ولد حلال ووجوده في سيرتي غير أشياء كثيرة وايد نفعنا في السيرة واليي، مش ونيس، هو شخص ونيس راعي ما براعي بعد سوالف وايد، يعني وجوده يغير محتوى السفرة. فأنا بالنسبة لي أنا نفعني كوجود، كان جميل وطيب وراعي خايفة من الله وسوالف وعندك ودونك، لكن على خفيف. ها من اللي حطه وحط اللي يزله، مش
في هبة الريح والله هنه في هبة الريح، يعني ما بدنا جاي ينش ويتحرك ويحرك يدبر كل شيء، لكن يباله وقت يدبر علوم كثيرة، لكن يباله مدى يدبر علوم وايدة، لكن يبقى حد يصبر. قلت أبوي أنا ما في صبر، عزمت أبوي أنا أروح يا قودة شارق وغرب، عزم تودي مني ومن وعلم وراوي، بغيت يقبض مهر من هايين الحرشة، يعني غادي هاب ريح، هو هاب ريح لكنه سلو موشن بطيء، هذا هو، ولا هو طيب فوق ما تتخيلون، طيب وكريم وهادي، لكنه مال على مدى، هذا ابو مدرك ابو مدرك ابو مدرك، ولا فوق عن الزين. لذلك طالت عماركم اللي يسألني يقول لي ليش ما حطيت رقم تليفون، انا ما رمت احط رقم تليفون لاني ما روم ادهاب احد، اروم ربعي اللي انا اعرفهم ويعرفوني وهذا، اروم اعطيهم رقم تليفونه كضحك وسوالف على خفيف كانيس ونيس يدل ويعرف الامور كلها، لكن ما في زود حركه. كنت اتمنى انه يكون في زود حركه، وعطيته ارشادات قلت له انت الحين ما بواحد ريال، انت بعك ما شاء الله عليك شباب، حاول انك انت تغدي حرج حق الوادم، تروم تستفيد من هالمعلومات اللي عندك اللي انت يوم بتظهرها بالاطاره اتيهتي اتيهتي. فلذلك ما حطيت رقم تليفون، اعطي رقم تليفونه ربعنا وصدقان اللي هم، لان بعد هو فقير تعرض لعده العدة، يعني وايدين قصوا عليه، يعني يلسوا شو بقول قصيص ولا تنفقير يقص يقص علي. من الأشياء اللي ضايقتني عسبه يقول لي واللي من الأسباب بعد اللي خلتني ما أنشر رقم حسابه، يقول لي أبو محمد تمت تيني اتصالات من ناس طيبين وعياويد ومن عندنا من الخليج، يقول لي يوني ويكلموني في التليفون واتلقف لهم وافتح لهم الصالة أو الاستقبال ويتلقفونهم داخل الطيار ويخلصون أمورهم ويلس وياهم يومين وثلاثة وخمسة ما أخلي بقعة، وساعات شيء يقول ترى هو شي يسوي يستاجر سيارة فان ويازم يعرعر وياهم، نحن الفندق هو اللي موفر لنا السيارة موفر لنا مترجم، أنا ما بغيت المترجم هذاك شفته يرمز باللغة العربية الفصحى وأنا ما في على حد باللغة العربية الفصحى، بغيت هذا اللي والله أنه أخير عن اللي بالفصحى في نظري أنا، يعني لأنه ما في اللي في الفصحى استحيت منه وتميت مخيل يعني منه، ولا هذا حسيت كأني أعرفه من 100 سنة، وايد زين أبو مدرك ما يعني وايد زين ما رو مظلمه، لكن المهم ما بهذا موضوعنا. يقول لي أبو محمد يوني ويكملون يوم ويومين وخمسة وستة وعشرة عرعر وياهم ما خلي بقعة، يوم يقول بيصيرون وصلتهم المطار ودرون حتى بيزة ما أعطوني، يعني كيف تاكلون كد وتلعنون يد ما يعطون حتى بيزات حقه، تأجير سيارة هو يستأجر سيارة اليوم $70 ومصروفه هو حقه روحه على الأقل الواحد يوم بيكرم بيعطيه 20 ولا $30 يومية ما بوايد، غيره بالبلدان اللي من غير اليومية يعطونها القايد ولا هذا سهل برافق يعطونه 200-300 باوند، يعني أرقام كبيرة، وهذا وهني هذا فقير حتى $100 ما يلحج الليلة، ومع هذا بعد يرقدون عليهم ليوتون، كان ريتوا في ناس لوتية ما فيهم مخافة من الله، كيف يهون عليك تاكل كد آدمي، كيف ترقد، وين يهني لك انك انت تسير من بقى هبلهني، حتى النصابين حين موجودين ما بلهم الاول، تعرف فلان قالك والله فلان نصاب ولوتي وكلكتي، من وين من تعرف انه من البلاد الفلانية او من المدينة الفلانية، هذا الناس متعارف موضوع ما الناس يعني قاضي وماضي فيه، وتعرف ان البقعة الفلانية فيها لوتية والبقعة الفلانية فيها نصابين، يا غير هذا الحين استووا النصابين حتى واللوتية حتى من عندنا نحن، حتى من دول الخليج، كيف وين تعلمتوا النصب، وين تعلمتوا اللواتة، وين تعلمتوا الامور هذه، هو معلوم لو خربت وما سوت السجون ولا الدور التأهيل والتربية إلا للناس اللي هنمونه اللي فيهم لوات وهذا فينكشفوا، لكن سبحان الله أنا مستغرب من اللي كيف يروم الآدم يأكل حق إنسان، كيف تروم تأكل حقه وحلاله. أعطوني أنا بين فترة والثانية دوم أقول للعرب إن القرينة مناسب لقرينه، لحد يخلي عيالي يخالطون الناس اللي وراهم
مشاكل واللي وراء اللي ضارين على المشاكل واللي ما فيهم مخوفة من الله وما فيهم ماواه، لأن عيالكم بيتعلمون منهم، بيشوفون كل شيء حلال وكل زين وكل هذا يشوفونه عدل. هذا ترى ما بعدل، هذا يور وبهتان ومنكر، انك انت ترقد على حلال حد. ودوم تلقطني اوصي الواد بقول لهم لا تخلون عيالكم يجلسون ويا ناس اخلاقهم ما بعدله، لازم عيالكم يوم يجلسون يا ناس قلوبهم فيها رحمة. لا دمي اللي راعي صلاة واللي قلبه في رحمة تلقط هذا في مخوفة من الله، هذا رب العالمين يبعد عنه الغش، ويكون قلبه راعي ذمة وهو راعي ضمير ويخاف من الله في كل أموره. فلذلك تمن على عمرك يوم تشوف عياله ويا ناس طيبين يسيرون ويون. فلذلك دوم تلقطني أنا أقول إن القرين مناسب لقرينه. لا وشيء مقولة عندنا بعد ما كل اني عارف عادة، كان حبي يقول لي لا تقولها، لكن ما في خاطري اقولها. اربط الحمار عند الحصان، اربط الحمار عند الحصان، اما علمه الشهيج ولا النهيج، تراك حصان اربطه وين 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 لزيم الثاني حصان، وين في مربط الخيول اربطه ويا الخيول ويا الفرسان حطه، لا تحطه ترى حمار خله ويا الحمير، الحمار خله ويا الحمير، لكن الحصان ويا الحصان ما تروم تشل في الاسطبل مكانه، حبه بمربط الحمير تودي، لا ولا مربط الحمير ولا تهد في الخرايب ويا الحمير، ترى حصان لابد انه بيتعلم شاي من هالشايتين، يا الشهيج يا النهيج، ترى رابطن عند حمير حاطن ويا حب. فلذلك الواحد ينتبه على عياله ويمنو يمشون. فهذه من الاشياء السلبيه اللي دخيله علينا نحن في الخليج، دخيله هاي الاول تسمعها في شرق وغرب، هاي ابدا مش موجوده عندنا. والله روح استعيبت، والله كسر خاطري، كان تبون الصدق. قلت لذلك دوم اقول ان القرينه مناسبه لقرينه. هو الحين اقول لكم ابوي اربط الحصان عند الحمار، يوم بتربط الحصان عند الحمار بيعلمه يا الشهيج يا النهيج، لكن الحصان اربطه وحطه ابوي في اسطبل الخيول، بتشوف شو بيتعلم، بيتعلم كل شيء طيب. دهراني المهم وراشد طالت عماركم، يينا من السفر، وهو طول فترة السفر ترى ينخر ونخيره، ما بنخير العادي اللي الناس ضارية عليه، نخير متقطع لدرجة ان امس الطيارة يعني نخيره كان وايد قوي وينخر لدرجة ان ينشمر قاده خشمه شي فيه بلاء. قلت له ان شاء الله كان الله راد انه بتيسر الامور. سرنا طالت عمارك الباقي، قلت له من نوصل، والله هو كان عرضه هذا، قال ابو محمد الله الله فيه، قلت ان شاء الله. رمست الجماعه وما قصروا، سوينا الموعد وديته مستشفى بارجيل، هاك اللي وين النجده، سرت به. قلت ابوي نحن ما نبي شيء، نبي احد يخلصنا بسرعه، قالوا شيء خدمه عاديه وشيء خدمه في اي بي، ما عنده بطاقه هويه ماله. ما قلت له والله ما عنده هويه، عنده جواز مال عمان. قالوا في طريقه المساعده، يا الطريق هذا ولا الطريق هذا. قلنا براي نحن بندي بيزات طريق المساعده، هذاك يباله يعني تصير تقدم طلب ولين يوافقون شغله، يعني على الاقل بياخذ لها يوم او ثلاثه. المهم طالت اعمالكم، سرنا خدمه يسمون خدمه الفي اي بي عندهم، وابدا دخلونا سيد عندهم شيء دكتور اسمه بروفيسور ناهل، بروفيسور ناهل أمريكي من أصول مصرية. والله من قابله سوى له، كلموا هذا وفحصه، قال له سر سو سيتي سكان وسو أمراي وعقب بنخبرك شو نقدر نسوي لك. سرنا طالت عماركم، سوينا له سيتي سكان وسوينا له الأمراي وردينا. يوم كشف عليه شو بقولكم، قال له انت غريبه انك عايش لين اليوم، كيف كنت عايش هالسنين كلها؟ قال انا ابو غيرك، خشمك هذا الطرف اليمين هذا مره ما يدخل منه، هو مسكر، يوم بغى يدخل هاي الصيخ هذا يدخل في الطرف اليمين دخل، وفي في اليمين دخل، وفي اليسار ابدا دخل هالكبيرو هاي اللي في الليت اللي بيكشف عليه بالمنظار ووقف. قال ابوي هذا انت عندك عيب خلقي، عظم اصلا، عظم مسكر الخشم هذا بكبره. قال زادني ابوي، قال انت ما كشفت؟ قال لا والله انا ما كشفت، ترى بعد قيد نمو بعد مغفي هذا ابو راشد. المهم خلصنا ابوي، قلت له هذا يوم قابله
قرر عليه عملية، قرر عليه عملية بأسرع وقت، ضروري تسوى له العملية. المهم قال بنحطك في البرنامج بنطالع متى نقدر نسوي لك العملية. المهم هو قال هالنمونة واطيح لكم عليه على البروفيسور. يا دكتور ناهل، يا سعادة البروفيسور، يا ما ادش قايل، الله الله، في طايحين على الله من ثم عليك انك طحت عليه ضو حطب، ضو وحطب، طحت عليه ضو حطب، دخيلك انك انت هذا رجال هلكيت 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 هلكيت، وانا بعدنا سفرة حين بتي، وهل قالت سفرة ما يقدر يسافر مدة على الاقل 5 ايام، من بعد الخمسة ايام يقدر يسافر. قال له توكل على الله من بعد العملية. متى العملية؟ قال بيسوي سكجول ما ادري. قلت دخيلك انت ما تقول مباشر عندك عملية، طالعوا له فرصة. المهم لقطنا المكان وبيسووا له العملية اليوم الحين الساعة 8:30 لازم يكون تظهر من البيت، وبيصير المستشفى ام محمد هي اللي بتودي مستشفى بارجيل، بتوقف وياه لين خلاف وقت العملية. العملية الساعة 10:50، انا بيجيه عاد خلاف عقب ما يخلص من العملية. الوقت هذا كله بتكون عند ام محمد والعيال، يعني الفريج بيكونون عند ما حد لهني في ابو ظبي، بتعبل من ام محمد بيخلصونه هذا، وهي اني انا سرت له ولا هي عبته ولا اني كان بيبيتونه في المستقبل. المهم تدرون كم ظهر الامراي هذا نحل مستهوني به؟ هذا الامراي ظهر روحه هذا بس لمدة 10 دقائق 4400 درهم. لذلك اللي عنده ثقة همارة الصحة اللي هي عندنا الضمان الصحي، هذا وايد ضروري، وايد ضروري الضمان الصحي لكل إنسان في هالبلاد، إن كان مقيم ولا 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 عنده إقامة ولا مواطن، ضروري الواحد يلحق عمره البطاقة الصحية، التأمين الصحي، هذا شيء لابد. أنا توقعت أن هالأشياء يعني 1500-700 درهم، هذا بس الأمراي حينه 4000. عين الله باكر اليوم من العملية والبنج وما أدري شو ما أدري شو ما أدري شو أشياء كثيرة. المهم طالت عماركم، نحن بنخلص اليوم برد نصور وياكم من عقب ما يظهر براشد. لكن اليوم من العادي إن شاء الله بيكون أنا تريا صلاحيي بيستوي الرمسة والهدربان وعندك ودونك، لكن براشد بحط لكم مقاطع من الفيديو سيرتنا أمس مستشفى بارجيل ومقابلته للدكتور. ما صورت وايد، شيء بسيط، أظني 5 فيديوهات من أماكن مختلفة. الدكتور طالت عماركم هنا بروفيسور ناهل ممدوح سرور، من أهم وأكبر البروفيسوري اللي اختصاصهم هذا مال العوق اللي يشكي منه براشد، اللي هو مال الخشم والانحراف ومال هاي الأشياء يعني. المهم قابلنا قبل وعقب تضغط عقب ما قابلنا قال سوي سيت سكان وهذا ولا الدب عندي أنا مرة هذا في الدكتور. ها براشد، شو الأخبار؟ الأمور طيبة؟ يلا ما عليك باس. غمض عيونك براشد. هذا بابا وياك. اوكي يا رب، الحمد لله على السلامة. انا طول الوقت وانا معدل راسك، انت تصدق علي، هي انا صدق عليك. انا زغت انك تطلع روحك. تمام. ابوي هاي يصرف ماي، صرفية ماي بايت قوية عنده من بعد في النار وتلاعن، هاي مكسورة وتبرد. اي والله ما قصرت بابا، شكرا حبيبي. قصر عنك الشر ابوي، ما عليك، لحف ريولك زين. تو ما قال سوي لك بعد ماكينه غيره والله يا ابو ساعتين وانا وياه داخل، شو اسوي؟
أهم الزرويلات مبلين شوي بغي يموت بغي يموت. شفت اللي ياس يستحضر كأنه بتطلع روحه، ما أدري هو يتحرى عمره في القبر. تحرى عمرك في القبر؟ يلا بشيك حجيان الأول. طلعت عماركم الأمراي بغير يعني هو الفترة مدتها 10 دقائق، جلسنا أكثر عن 40 دقيقة وياه، كل من شغلوها بموت بموت بموت. قال شني يالس في بقبر ويلس يصارخ برب يالله يالله، والله اني لبسوني يلس يلس قابض ريوله وهمز ريوله طول ما هو داخل طول ما هو داخل هاي الحفير مالت الأمراي، وانا يالس مشغلين القران مشغلين لباي ما شي فايد بكبره يتنافر، كل من تمت دقيقة بغم مارو ما تنسخ بموت شني في القبر. لا يالله ولا بحياته سواها، ويالله يالله ظهرنا وخلصنا. وأحب بحط لكم هذا الفيديو اللي عقبه. شو اسمها هاي براشد؟ اسمها القبر. من لا القبر هاي اللي تبوك ظاهر منها، هذه غير. هاي ما اسمها. وتبدأ نيم فوردس ماشين؟ سيتي سكان. فليكس. سيتي سكان. واللي قبل شوي شو عيل؟ مغناطيسية. وهذه؟ هذه أمراي. هذه سيتي سكان. هذه تمر غرب الله تبراشد حافظ الدنيا كلها. سكان وعايزينك. تركز في معانا عشان يبقى ده الكلام الفيصلي النهائي بعد الرجعات الكبيرة اللي انت عملتها. نعم. ماشي؟ نعم. تأكد ان الصداع ليس من الحاجز الانفي اللي في انفك. الصداع عندك ديسكين في الرقبة من ورا. نزل. اوكي؟ هما اللي مسميين لك الالام هنا، وضغط الاعصاب دي اللي بتوصل لغاية العضلات لغاية المنطقة دي. وعينين. وعجيان دي. نعم. اوكي؟ اوكي. صداع ده تصحى دماغك تبقى تينا شوية، وبعد كده يخفض الضغط، وبعدين عينك تحس انها هتطلع منك وتحس انك خطان وما تقدر تاكل. ده صداع الرقبة. نعم. يبقى احنا ده هنتوجه له بعلاج للرقبة. نعم. دكتور لأن الحاجز عندك معروف بشدة بشدة. نعم. فأنت الله يكون في عونك انك عشت العمر ده كله وانت انفك الناحية اليسار دي تقريبا انت ما بتستخدمهاش. انك قوي. بسم الله ما شاء الله. فانا مستغرب انت قدرت في شبابك ورياضه وجري ولعب ازاي؟ يعني هذا من يوم انا موجود. من يوم ما اتولدت. ما من مين على جهالك؟ ما انت من يوم ما اتولدت. لا اله الا الله. من نوع القوي. يعني يرجع لك عادي يستغرق يعني اتفرج العظمه عامله ازاي؟ هلا محمد اوبو. يعني دي مش عضلة طبيعية طبعا. يعني لا اله الا الله. العضلة دي مفروض تبقى سيدة. ايه؟ ايه اللي عوجها كده؟ عوجها ربك. رب العالمين. رب العالمين. ايه والله. فانت مولود بهذا الشكل. طبعا اثرت. اثرت كتير على ايه عشان تركتها مدة؟ ايه؟ ضغطت على ضغطت عليه بقاله 30 سنة. نعم. 38. انا صغرتك شوية مش مشكلة. مع صغر. مش هي فايده يعني دكتور ده زين مش كده؟ ايوه كده. فدي طبعا هتحتاج عمليه زين باكي باك مره تحط يا رجايه كان وي دو ات تومورو يس يس. ايه ده في جراح صحه ايش بروسيجر دكتور نيزل سيرجري بيمين ايه من القوي سوي باكي عمليه دكتور يعني حي خلاص بكره عمليه الشخير. بص عشان ابقى صريح معك الشخير ليه عوامل عديده. نعم. منها طبعا الهم، منها زياده الوزن، منها الارهاق الشديد. انا كله ما مشكله بالنسبه للشخير عشان الخارج هي كده بسمح انت بتشخر بتشخر. طريقتنا في الشخير ان احنا لما نعالجه اي شيء قدامنا نصلحه، يعني الانف فيها انسداد نعمله. زياده في الوزن ظبطها. ظبطنا. يعني هو ده طريقه علاج لان ما ينفعش حد يحلف لك ان لما اعملها في انفك الشخير هيقوم. لا ما حدش هيقدر يديك الجارانتي ده. لا بس انا مش انا في تنافس صدري ما اقدر اتنفس. خلاص ده نعملها. هي كده بقى ونشوف بعدها. فهمتني قصدي؟ ايه بتفلتني من صرعه الخالد الشخير والشخير يا رب. هذا الطبيب نص ساعه بتتعمل من الداخل ما فيش جروح خارجيه بتعمل بالمنظار. نعم. ما فيهاش خوف ولا خطوره ولا اي مشاكل الحمد لله. فيها ازعاج شويه يومين.
ماشي الاولانيين اللي هم هنتسد خشمنا هيتسد ماشي مشكله هنتنفس منين نكملها لمده 48 ساعه ان شاء الله طبيعي طبعا هيبقى في صعوبه في النوم ايوه مش هنقدر نشيلها قبل 48 ساعه لا تشيل يا بس يبقى لازم تتشال بعد بس بعد ما نشيلها خلاص الامور بتبقى زين النفس ما بيبقاش 100% الا بعد اسبوع ماشي مشكله لان في بلاستيك بنشيله بعد بعدها هتحس النفس زين وبعد النوع القوي الفين النوع القوي ثاني واحد هذا منه نوع قوي يعني ايه هو حيبقى قوي ولا حيبقى خيخة زي ما هو لا لا قوي ان شاء الله قوي قوي ان شاء الله ولكم عبوش دي ما الذهب هو العظمة للدم ايه للدم كده دم ايه براسي براسي شوي شوي سألتها دمك من نوع القوي ولا العادي من نوع القوي زين اقول عرفت وين بسير الحين؟ باجي الحين مال كورونا بعد هي ابو ترى باكر تصير عمليك كورونا ما بدي هذه طالت اعماركم قصه براشد براشد اليوم اصبح صايم وبعد ساعه بالضبط ان شاء الله بيكونون في المستشفى ان شاء الله اني انزل والحق عليه واسولف وياه قبل ما يتحرك جدا المستشفى ان شاء الله سرحوا ما وحالي والله ما وحالي توه محركي قبل 10 دقائق يا ربي كان في خاطري اشوف ابراهيم ابو راشد قبل ما يصير ما عليه باس ان شاء الله ان شاء الله انه ما عليه باس الله يحفظه سارت بابوي ام محمد ان شاء الله امور بتتيسر وبيسوي العمليه وبيظهر خلاص بنسيل وبنرمس وبنعين الله خير وعندك جود مورنينج they go ها وين hospital وين اتوتر they go just now بابا before you go down اميضة ما لحقت صباح الخير شامبي جود مورنينج الحمد لله how are you اول يوم عافية ليش الحمد لله وريانين الحمد لله زين وين براشد روح روح براشد اليوم اوبريشن لا الحين موجود لا راح راح هي شو اخبار الحمد لله سماد سماد اليوم شو اسم ولد مال انت كبير عوض بعوض اليوم بعوض طالت عماركم يسمد بعوض اليوم على ما تشوفون يسمد يحط شوي 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 الحمد لله بشركم زراعة زينة كل شيء فنان كل شيء مزهر وكل شيء فنان وغاوي الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى هذه العناية وما تفعل هذه العناية الحمد لله هذه بارك الله فيكم أول سنة تزهر شو الحين كم وصلت ارتفاعها أكثر عن 8 أمتار هاي اسمها سيرين ليلك سيرين ليلك هاي متسلقة لكن أنا غلطتي طالت عماركم هي يوم تنزرع شتلة سيرين ليلك ما تنزرع وحدة أنا زارع وحدة بس وحدة هذه شوفوها وين هذه وحدة هي لازم تنزرع 4 لو 5 ضربة ينزرعن فتستوي قوية وغليظة تخيلوا هاي لو مزروعات 4 ولا 5 كل هالمكان بيغني بهالطريقة بهالجمالية لكن الغلط مني أنا أني زرعت كل وحدة روحها ما حد يعني خبرني زرعتن عقب نصحني حمد البيرك قال لي ابو محمد هذه النوع من الاشجار من المتسلقات ما تنزرع روحن تنزرع كل 4-5 ضربة كل 4-5 في فره ينش النشيطات هذه منهن تشد ازر الثاني فيكون ازهارهن غليظ بهالطريقه سبحان الله ما الله كتب لك جميله سرين ليلك شوف ورقتها شيخ حته شفت الشام ليدر ها الورق الشامي ها شامي هالي حتشوف بس جايير هالنمونة شو سقاي أشياء حتى هاي توها ضاربة هب ضاربة تشد ضربت وتعبت وضربت وتعبت وها الحين وصلت تقريبا ما يقارب 6 أمتار أو 4 أمتار فأتوقع له إنها هذه عدال هذه 4 لو 5 ضربة بيغدن أخير لكن سبحان الله يعني لا دمي ما يأخذ إلا نصيبه فضروري زرعت سيارة قوية تقاوي الرطوبة وتقاوي الحرارة وتقاوي جونا يعني توالم على الجو وحلوة يعني ما تشوفونها سيرين ليلك متسلقة جميلة الظهر خنابيل
بنفس لون لونهن بنفسجي. الليلك هو اللون البنفسجي، البنفسج الفاتح، شيء عدة درجات. فالليلك عدة أنواع، شيء منهن أنا عيبنيها لأنها حجمها كبير، وأنا أحب شيء طول مثل ما تحيدوني. فهاي متسلقة جميلة، والحين موسمها، زهارها مرة في السنة هذا الوقت، ظهور الشتاء. وقت الربيع هذا وقت زهار سيرين ليلك. الحين توها بتطهر، عبا تقوى حين بعد يومين ثلاثة بتشوفون الدنيا كلها عادة خنابيل بنفسجية، توها مظهر سنابلهن. لكن إن شاء الله مع الأيام بنصوركم ياهن. زهرة شيء متسلقة قوية جميلة، أنصح بزراعتها، وايد حلوة. كلك اللي بيزرعها يزرع مجموعات، كل خمس فيفرة، كل خمس فيفرة هذه عدال، هاي تحب الغتل هي، وتنش ضربة في مكان واحد يبالها مكان تحبي. أشد عن هذه بتغدي، أشد إن شاء الله. لكن ما خليت لها مكان عاد، أنا ما شيء مكان. نمرات الله يرزقنا ويرزقكم يا ربي. باجل خمير رقاق، الباجل اللي طالت عماركم اللي يستهين فيها أو يتحراها شيء هين، هذا ترى ما في حاسية. الباجل أخير نوع بروتين نباتي، وأغنى نبات في بروتين هو الباجلة. الباجلة طالت عماركم هو غذاء رسمي رئيسي ومصدر فنان للشو، للبروتين حق ها، بديل اللحم، بديل اللحم. شو تلقفة هذه حينة قفت الباجلة، كأنك ماكل لحم خروف، ورج خروف، ورج خروف اللي تشوفونه هذا، فائدة البروتين اللي فيه حال ورج خروف، بروتين ريج. ترى غلطان اللي بيودر الماء مال الباجلة، ماء الباجلة لا بد ولا عذر منه، وتحط عليه شويونة كمون، قديلك ماشي إشارات الدواء والومية شويونة قطرة، غادي دواء دواء دواء. لا تقولوا ما قلنا لكم، هذا ماء الباجلة، هذا الفوائد اللي في الدنيا كلها فيه. أول تاكل من هذا وعقب بترد تشرب من هذا. أنا يعيبني اللي ما يعيبه برأيي، أنا يعيبني الباجلة ويعيبني الدنقة ويعيبني اللوبيا ويعيبني هاي البقوليات كلها. حد من الناس يقول والله نحن تسوي لنا غازات، تسوي غازات حط بويها سمونه هو كمون، تحطيت كمون يخوز عنك الغازات. والله يا أبوك ما تحل عليه شيء. كان بيه تاكل باجلة أنت؟ باجلة تاكل؟ هذا تاكله ولا ما تاكل؟ غرب الله ته. نعم انا في البيت، انا في البيت. انت وين؟ انتبهتي. يلا ترياك، يا ترياك صراحة. زين أول تعالوا عندي وخلاص بصيروا عند بدرية. ها 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 بدرية صارت الهند. بتي عندي بدرية، بتي عندي بدرية. عندكم في الفلاح؟ والله اللي مرحبا ابو احمد، يا مرحبا. منو اسد؟ وايد كلام ما يشوف يا حبيبي، ما شاف الماء، ما شاف. قرب 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 قرب. من يجي كل مستعير، ومن يجي كل بيروح، ومن يجي كل. نعم تفضل. ها اشوف الكاس. شو بتقص؟ لا كله شبه. بتشل حياتك؟ هاي هذا بينون. بسم الله الرحمن الرحيم. اي طاحت جبتك؟ شو هذا؟ قطو ما كنت اليوم قطو؟ وين وين؟ اشوف نزل. اشوف كبر بشوف. بس واحد بابا فيه. لا والله لا بتشوف. والله ما تكلمني، شو انت؟ تبى يتكلم انت؟ ما خالد مزعل من قاله قص. انت هي هذا شعره وحده قصوها. إيه؟ وانت ما تبغى يقصونها؟ لا ليش؟
يقول خلي زعل بابا. ها؟ هذا المليون لازم حبيبي شعر تطيح داخل عينك هاي طويلة. هو كلام هو كلام هو صح. هو ما يجب صح. هو ما قاعد صح. لا حول الله. بيض الجرس دق بيروح يطالع عند منو عند الباب. يا ما شيات ما شيات. ليش ما تبى يصير عند الباب؟ عمي يا ما يشوف بلاد. بنقال ما يصير. ما يشوف البنقال؟ إيه. أنت ما تبي تبى يشوف البنقال؟ إيه. ليش؟ ما يدوش بلاد توش. يعني تم بهاين عليك يصير حتى يفتح الباب؟ إيه. ليش؟ وايد ناتوس وايد. عندي متروس وعنده هاي بيصير شو بيطيح من دي ليل نكت الحنة؟ إيه حنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم يا شيخ كيف الحال؟ بس شوف ايش كذا إيلس. والله والله لا ما صلاح. وما ما بنسيه ما بقى. خذ على خذ صدق منك تعال تعال إيلس. هيا ها. محمد عثمان درايفر يجيب. لا حول ولا. ألو ألو الحين هذا درايفلك. براي ايلس دري ولا نحن ممنوع يا ايلس. ليش خلاص صار حرام بتروح النار. هذا سام مسلم. ليش شو ياك تبى يصير منك سر منك سر يس منك خلاص ما نبغى ايلس منك وهذا لا خليه هذا براي. انت سمعت يوم يقولوا هاي يقول عنده له بغايا هذا له بغايا وين يبى صخ وختل وسكت وين ما يبى تم ينبح هاك الفقير. ليش صراحه انت غديت هالنمونه؟ وين سبح والله وين سبح. من ليش غديت هالنمونه انت؟ مشي انت الاول زين وهادي الحين غديت بيعاري شو ياك هات تتمسكن لي تتمكن؟ ما كبير باقي سالي منو؟ هذا هو سالي سلاسل اللي سوى صوروا مسجد وما شو مشكلة يوم ما علي الو الو سجية يا سلام مصليت في السعودية الواحد يوم يصلي في السعودية ما يصلي مرة ثانية خلاص يعني يصلون في السعودية خلاص وعقب من يوم من السعودية ما يصلون ليش زي وحين وقت بسير فلح بس متى بتي السبت السبت بكرة السبت يعني لا بس الحج بيجي بعد السبت متى ساتردي ما أسمع ساتردي ساتردي بس ما أسمع أول قول تلاتي لا قول مرة واحدة صح أحسن من 100 مرة غلط تلاتي تلاتي ساتردي قول ساتردي تلاتي صلاح ساتردي تلاتي ساتردي تلاتي لا صلاح ساتردي صلاح تلاتي مشكلة زين شو تبغى الحين؟ واحد ثاني موبايل موبايل ثاني؟ إيه لا الحين هذا موبايل ثاني ما يسوي موبايل ثاني هذا شوف هذا اللي خربان الكفر يبدلون الكفر دقيقة واحدة شو خربان في ما في الكفر ما في لا 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 هذا هو صاحي استأشر أنا بطرة هي يعني بطرة يعني بطرة هذا يور منكر ما في توه ما أخوذ ما أخوذ توا ما اخذ دقيقة يومين شهر ما كملت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور اليوم طالت أعماركم من أصبحنا الصبح ياسين فجت من الكراتين خمسة كراتين يايات يايات أبوي من عمان من عند عايض البريكي حلوة المزون ها هذا كل اللي تشوفونه حلوة شو الجديد في حلوة المزون أولا النوعيات والأحجام والنقشات الطوس بأحجامهن شوف الحجم العود واللي أصغر واللي أصغر واللي أصغر بربع كيلو ونص وكيلو وكيلو وين وأربعة وستة والتغليف والطريقة والخدمة من أروع ما يكون عندهم استعداد للحفلات للمناسبات اختان ملتش فرح سير ييب خطوبة اللي هو حلواهم من أخير ما يكون وبالأخص الرهش هاللي تشوفونه الرهش هذا الرهش وهذه حلوة التين وهذه الحلوة اللبان كل وحدة أخير عن الثانية 20 نوع 15 نوع عندهم الحلوة كل نوع بعد حلوة مزون الصفرة شو عندهم الحين قلنا لكم الحلوة اللبان وحلوة السوداء والحلوة الصفرة والرهش ناهيك عن أشي وايد كثيرة وعديدة لا تروم تحسبها ولا تروم تحصاها وكل نوع أخير عن الثاني ما شيء نوع عادي عندهم شوفوا اللي يميز حلوة
حلوة المزون أنه ابتدأ من حيث توقف الآخرون. وين أحسن شيء الناس وصلت له؟ هو تجدمهم عادة. حاليا هو في الصدارة ما شاء الله عليه. حلوة المزون في الصدارة ليش؟ نوع وطعم ولذة، وما في حد يرب حلواهم إلا غنى لهم بالأشواق من داخل دول مجلس التعاون، حتى من أوروبا الطلبة في أمريكا يطلبون منهم من أروع ما يكون. عماركم الحلوة الصفرة، الحلوة الصفرة وايد يخدمونها، لكن مستحيل أنك أنت تلقط الحلوة الصفرة بهالنضوي بهالنضوي وبهاللذة. حلواتهم غريبة عجيبة. وناوي ولو بتكمل سنة، لو بتكمل سنة ما تعود وايد الحلوة تأخذ اليوم عقب يومين ثلاثة قدت لك مخضرة من فوق. شو السبب؟ مبلاضية. ترى لو كل من يوم نير ما تنفي الوالد شيء. وحلوة المزون شيء بالوصف. أما عن طرف الرهش، فاللي ما تشد يرب الرهش مال حلوة المزون ما كأنه بحياتك الرهش، ما كأنه بحياتك الرهش. رهش لا صار ولا استوى، اللذة ليه في الكون كلها فيه. حسيبي الله اللي بياكل من ودي اللي يدمن عليه. قرب الله تحدوك يا عايد لما تقول فيه الشكر هذي يسعى طعم الرهش اللي غير المونة. واللبان حلواتهم ها ميطني وميطك. أيوة ها 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 حلواتهم ميطني وميطك غير المونة. اوه اللذة في الكون والله منو بيضعف؟ والله ما ضعفت وانا هالنمونه. هاي حلوتي يا سلام. احط لكم حسابهم اللي بيغلى بس قولوا ما قلت لكم انا بس. تشوفون الحرارات ها هاي يدينهم حق العزايم ولا شياتها حرارات ها تفتح ابوي وتغرف تغرف للي عندها بسكاره ولا شياته. ابدا تغرفها حراره رقم واحد تغرف وتجسم على المعازيم هذا اولا. وثانيا عندهم بوكسات للهدايا، عندهم صناديق مناديز اشكال وانواع. دخلوا انتم الانستغرام بتهولون من الاحجام والديزاينات اللي عندهم. اشياءهم تسعد الخاطر وتفرح النظر. وايد زين الاشياء اللي عندهم. علينا وعليكم بالعافيه. اليوم طالت عماركم انا وحفيظ او حفيظ بالذات انا واقف مركوز. حفيظ بيسوي فوقة لحم خصوصي، يعني مجبوس لحم غير نمونة. ضارين انتم تعرفون مجبوس، ما حد ما يعرف المجبوس، لكن نحن فوقتنا اليوم غير نمونة. بغيت تسويها على سمك او دياي او لحم، اليوم بخدمتنا على لحم بتكون. هاي طالت عماركم مكونات. يمكن 3 كيلو لحم او 4 كيلو لحم، عليه ملح وكركم ومنظف. وها بعد لك الحين ما غسلناه. لحم، عيش، بطين، هذا فلفل اسود حب، سنوت حب، يليلان حب، يليلان مطحون ومهنهن، فنيان، سنوت مهنهن يعني مقلى محموس، فنيان بعد مطحون، فلفل اسود مطحون. هذا طالت عماركم لوم يابس ملبب ومقطع صغار بسكين. ها ملبب ومقطع صغار بسكين. نضيف رقم واحد لوم اليابس، 5 حبات لوم يابس. فنيان دهنه من دهنه الخالدي، مليحه، ثوم، كزبر، بصل مرضان، وايد البصل تقريبا نص كيلو، كريبته، فلفل بارد، فلفل حار، حبتين لوم يابس بكبارهم، حبتين مسمار، فصين مسمار، فصين قناد، وجرفة شويون، وهذا ورقها. طريقة والمكونات كلها بنخبركم عنها. الحين اللحم هذا سيده ينغسل، يلا ينغسل زين ما زين. هذا اللحم طلعت عماركم ذبيحة صغيرونة، شوف طليعاته. هذا لحمة الساق، هاي ما يقارب يمكن 3 إلى 4 كيلو لحم. هذا المجبوس اللي خبرناكم عنه. يلا هذا حينه اشتغل. هذا الزيت، لا بد من الزيت، ينحط بوي المسمار والقناد، هذا شويون والفلفل الأسود، هذا كله ينحط ني بني، ما ينحط أي شيء غيره. من يصير ويحمى دقيقتين عقينا عليه البصل.
البصل استوى ربع نضية، ربع نضية. اللي يميز الطبخة هذه طالة عماركم السنوت والليليلان. هذا الني بني سنوت الليليلان، فنيال الليليلان وفنيال ونص سنوت، نفس الكمية لكن محموس ومطحون. يلا الحين ينحط هذا على ما تشوفون، سنوت والليليلان ني. هذا اللي يميز الطبخة هذه، السنوت والليليلان بكبارة والكمية هذه، لأنك أنت حين في الفوقة هذه تعرفون المجبوس لازم يبال بزار، لكن في طبختنا هذه ما ينحط ولا ريحة البزار ولا الكركم. الملح والكركم اللي ينحط من قبل فقط لتنظيف اللحم، وحين اللحم مغسول عن الملح ومغسول عن الكركم. هذا اللي يميز هذه الطبخة، إنها بلية بزار، وبتشوفون طبخة واللي بيجرب بيطعم طبخة ما تطعم شراتة. حين داخل السنوت والليليلان حي ني وفلفل أسود ومسمار في الصين وقناد في الصين على حسب الرغبة، والجرفة العيدان واللوم اليابس هنتين. شوفوا حين هذا مرة عازم يتناقع، عازم يتناقع السنوت والليليلان. الحين طالك عماركم هذا وقت اللحم، كل شيء الكمية هذه لازم بهالطريقة. ها الحين ما شيء في ماء أبدا ولا قطرة، كيف تبين ريحة السنوت والليليلان وهوني؟ لازم ينحمس، ينحمس بدهينة زيت، مبدهن طيب زيت. الحين هذه ريحة البهارات النية كلها تلصق في اللحم، يتريون عليه شوي. الحين طالت عماركم ينحط نص كمية اللوم اليابس، النص بالضبط بس، أيوة اللوم اليابس الملبب. هذا وقت حينه، لا تقولوا ما قلنا لكم، لازم تركزون في الطريقة. شو الحين طالت عماركم كل المكونات الأولية هذه كلها موجودة، اللي نحط فقط الني بالني اللي هو الحب بكبارة. الحين الفلفل بارد مكانه، وهذا قسمين ينقسم، الكزبر قسمين، تشل شويونه تخليه الحين، آخر شيء تحط اللي تخفه من الشو الكزبرة واللوم اليابس والدهنة. هذه نحط الليليلان المهنهن ومطحون، هذا الليليلان روحه، وهذا السنوت المهنهن ومطحون روحه، وهذا الفلفل الأسود. هذا بعدنا حين ما ركبناه، هالحين يتركب على الجدر. شوف الحين ريحة الطباخ تشل وتحط، يا سلام. هاي الطبخة، هاي الطبخة اللي على أصولها. الحين شوفوا بهاي الطريقة نحط هذا كله. يلا الحين، الحين نحط طارت عماكم. شوفوا هذا أول شيء الليليلان، والحين السنوت، الكميات مثل ما تشوفونها كبيرة، لأن السر في سر الطبخة في هذا اللي الحين راويكم إياه. هاي الكميات اللي حطيناها الحين كلها نحطها. هذا الثوم الحين يترشش دور ما دار اللحم والملحة، ها كل حين ينحط الملح. هذا الحين هذا عم ها لازم هالنمونه يجولبونه. ها الحين لازم يحمس، انت بتسوي مجبوس زين، بتسوي فوقه زين عسب العيال ياكلونه ويطعمون طعم الفنان، ولا بسوي خدمه كوليه؟ لا، هذه الخدمه يا سلام يا سلام يا سلام، الريحه اللي تطر خمره الراس. يلا يلا الحين عطلت عماركم هذا الفن، شوفوا طريقه التفنن في الطبخ. لازم الماء الحين ينحط قطرة بس ويتجلب شوية، حينة جولب الجدر. جلب كان لحم ولا سمك ولا دياع على راحك انت عادة اللي تبها، جلبته زي ما زين وتغطيه الحين لمدة 10 دقائق لين يتشرب الماء. هذا من يتشرب الماء ترد تمرج من يد ويديد لين ينضل اللحم، وخلاف من وافيكم بالمسجلات. الحين طلعت عماركم مرة اشوف جلب، ها شوفوا خاز عنه الماء المروق اللي نحن شد مرقناه. هذا اللي يخلي طيب الطبخ، اللي يطيب الاكل، شو الحماس. هذا كل حماس الحين من الصبح لين الحين، هذا يسمون الطباخ المتفيجين. هذا الحين ضرب البهار وضربت الطبخه كلها في العظم. ها شو طلع هاي فوق، هذه هذه ايوه. ها شوف هاي تحرى ورد الدياية، ذبيح صغيرونه ما يطيب الا يوم كل شيء طيب وفنان. ها يلا الحين ترى غايته، يلا زيد الضوء، اول زيد الضوء حفيظ، زيد الضوء.
ضو فله حينه مره قو الجدر هذا حينه وقت التمريج لين يصير وينضى كان لحم ولا دياي ولا سمك هذا بلي بزار هذا كل بلي بزار خلاف عاده من ينضى اللحم خلاف ما خبركم شو سالفته بعد مرور طالت عماكم 45 دقيقه شوفوا حينه كل زاهر طلع ضلع 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 شويه ايوه طب طلع شو اللحم شقاي بس خلاص رجع الحين طالت عماركم اللحم وزاهب والطبخه زاهده الحين هذا العيش مودن ساعه ونص مغسل ونظف زين ما زين ها الحين ينعل ما شيء غيره ما شيء بهارات وغير بهارات بس اللي حطينا لكم يوم ساعة وصورنا لكم إياه ما يسوي جولبون الماء وجلب وحوث وما أدري شو ها بس هذا هو كله لأن العيش طالت عمركم ودا مدة طويلة فلذلك ما بياكل مروق زيادة وحين بعد دقيقتين بخبركم شو اللي بنسوي إن شاء الله أسرار الطبخ كل شيء من البهار له وقت معين تحطه الحين طالت عماركم اللوم اليابس اللي قلنا لكم ينجسم إلى جسمين جسم في الحمسة وجسم آخر شيء هو الكزبر والدهنة الدهنة ما تنحط أول شيء لأن الدهنة الطيبة تنحط آخر شيء هذا كله حسب الرغبة يلا الحين طالت الكزبر واللوم اليابس ها كله ينحط على وجه الجدر وجه العيش ها وهذا اللوم اليابس اللي خبرناكم عنه المبشور ملبب وهاي الدهنة ايوه الحين طالت عماركم ينحط يتقرطه زين ما زين اهم شيء يتقرطه زين ما زين وينحط طالت عماركم على التركيبه هذيك ويتغطى لازم تتقصر الضوء يلا تنحط التركيبة هذه ولازم حين يازم على ضوء هادية على الأقل 45 دقيقة 45 دقيقة ما يتنسخ الجدر بعد 45 دقيقة بنصبركم حتى وقت الغرام شوف الضوء ايش قايل وايد قاصرة يلا الحين اختفت 45 دقيقة طالت عماركم الله 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 يلا هذا حين ويا وقت غراف هذا خصوصي العيش لازم مدفن داخله العيش اللحم لازم مدفن في العيش ما يجي اللحم مظهورة منه لا سبتي غادي هالنمونه يعني خير منه فيه هذا الطباخ الأولي بهالطريقة ما يظهرون اللحم ولا السمك ولا الدياي يوم بيسوون الفوقة لازم الفوقة سمنه منه فيه وهذا اللي يظهر العلاقة أخير علاقة بحياتك ممكن تأكلها هي علاقة الفوقة اللحم فوقة اللحم يوم مدهون بدهنة طيبة وفيها ريحة الصنوت والليلان تعطعط يا هذا وحين لازم كمية اللحم وافية كمية اللحم اللي بيحط يسوي يطبخ الأول الناس ذلك الأول يحطوا يتحل الناس الأول تتحلى باللحم أو لودام وتمز ربطونها من العيش الحين لا الحمد لله الخير كثير ووفير فالناس الحين تكثر من الودام وتخف من العيش يلا أظهر العلاقة كاملة العلاقة يا سلام هاي العلاقة علاقة الفوقة هذه لا بد ولا عذر منها هاي علاقة الفوقة روحها تنحط بالأخص يوم تي العلاقة علاقة لحم علاقة اللحم طالت عماركم علاقة الربيان هذه ينضربها الوصوف ما شيء شراته في الدنيا العود فهاي الناس تتهلع عليها هذه الناس تتهلع عليها العلاقة فهذه عطونها يعني الإنسان اللي يحب اللي بارين يعني لما يكبر ولدها حطه غرفة العيش وحطت له في الطرف علاقة هذه العلاقة اللي يطلونها العلاقة اللي عليها رضوانا من الله Thank you حفيظ Thank you everybody Thank you شباب شباب شو هذا؟ بوزبوس لهم بو اللاقة مرة ثانية بوزبوس لهم بو اللاقة مرة ثالثة بوزبوس لهم بو اللاقة 37 سنة 38 زايد قاصر على هالمنوال دهنة طيبة على بطنها وظهرها دهنة بقر من المزارع هذه دهنتنا نحن
ذهن ولايتي رقم واحد لكل الزمن، لكل الزمن. هذه ها صافي تحراها ذهب، ما تعول ها. ها تحراها ذهب 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 ذهب. سمعتوا بالذهب؟ هذا هو الذهب، ولا تعول، ضمان عليها لك 600 سنة. ذهنه رقم واحد، نظيفة، ذهنه ذواب لا فيها شرق ولا غرب، تعبل منها أكثر منها. شوفوا ها وين تحصلون تدهن هالنمونة. معلوم سعرها شوي من مرتفع، لكن كل سلعة ولها بوي ثمن، كل سلعة ولها ثمن. دهنة ناضية على بطنها وظهرها، ما بيومين ثلاثة واختربت. هذا الفرق بين حوالي 7% أو 8% تفقد من كمية الوزن اللي فيها. ليش؟ لأن تمضى ما تم فيها رطوبة الدهنة. تأخذ الدهنة أنت من شرق ولا من غرب، من أبدل يوم الأول يوم الثاني، أول ما تأخذها ريحتها تضرب في خمرة الرأس، يغير يومين ونهار ثالث ريحتها محزرة. شو السبب؟ لأنها فيها رطوبة. أي دهنة فيها رطوبة تختلف، هذا دليل قاطع أنها ما فيها رطوبة، تفقد من الوزن ما يغارب يعني وزن يعني من 450 كيلو نصفالنا نحن على 350 370، يعني أكثر عن 100 أو 70 كيلو اللي يخف. هذا كل رطوبة، هاي كله في نضوي الدهن. لذلك الدهن ما تعول، لو بتكمل سنة سنتين ثلاث ما تعول. نحن عندنا مهم طالت عماركم الدهنة والبزار. البزار كذا الأمثال، ناخذه وننسفه ونغسله ونهبه ونرد نحمسه ونهنهن زي ما زي، ونطحنه بمكاي ونشيس بقراطيس معدل مزين في ما تشتهي النفس من الدويات. بزارنا ما صار ولا استوى شراته بزار بعد في الدنيا العود. بزارنا ودهنا على هالحالة، بعد كلن يمدح سلعته، كلن يهيل الملالة جدا قرصة. أنا ما بقول سلعتي عادية، سلعتي تحراها ما شي شراب تسلع في الدنيا العودة. دوابتنا اللي ندوبها الدواب الطريقة الأولية، ما ندوب الدواب العادية اللي هي هوي هوي. نحن هذا المريض وهاي الخدمة أكثر من حوالي حين بيصبح حول 40 سنة لين يومكم هذا. رقم واحد تمشي بشرات الماء، شرات الريح تمشي كل شهر أكثر عن 3-4 من هالجذور اللي تشوفونه شهريا، كان موسم ولا غير موسم. فالحين في رمضان هذا حين الشغل بكثافة نشتغل، فانت اللي يبى يطلب حق رمضان بيجسم بيعطي بيهدي بيعطي فلان بيعطي علان بيعطي اخت صاحب صديق. هذا هو التوصيل جميع انحاء دولة الامارات، جميع انحاء دولة الامارات. واللي بيجي من قطر من الكويت من السعودية من البحرين من عمان، اللي بيجي يتواصل على الواتساب ويطلب منهم على الواتساب يذهبون له، بيطرشوا له اللوكيشن ولا يطرش مندوب ولا شياته، وصل دبي يكلم اللوكيشن الواتساب ويجيه المندوب لين هناك. يلا وبعد يوم بيوصل سيدي يطلب، لا يخبر قبلها بوقت، يعطي رقم الفندق ما ادري شو حق نحوله على المندوب. المندوب بس عم القرقعه غرب بلاتك. يلا ثانك يو ايفريبادي. كلنا خدامة يا البرما هالريال منا والحرمه، كلنا خدامة يا البرما هالريال كلنا خدامة يا البرما هالريال منا والحرمه، كلنا خدامة يا البرما هالريال منا والحرمه. كلنا خدامك يا البرمة هالريال منا والحرمة، كلنا خدامك يا البرمة. عاشق شد. سلام عليكم. تمام، شو اخبارك؟ كلن يسأل عنك. ما يسمعون حسك؟ ها ليش؟ اي لكن بخير انت صح؟ زين زين زين. ها والعلاج زين وكل شيء زين؟ الله يطول بعمرك. ها وعمرك ان شاء الله يخليك، ان شاء الله انه ما عليك باس. آمين. شو قال لك الدكتور حينه؟ قال يومين. هي. بعدين بشيل هذا. هي. بعدين بعد الجوع الكوي. وحين شو؟ الكوي. ها؟ اليوم باكوي. اليوم المكدح. اليوم المكدح. كان ان شاء الله بتغني بخير وسهاله. يسلم عليك ابو راشد ويقول لكم ادعوا له ان الله يعافيه ويعفو عنه يا ربي. امين ان شاء الله انه ما عليك باس. بالخير ان شاء الله ان شاء الله ما عندنا ندعي لك انت انا بخير اباك انت تغني بخير. انا ان شاء الله يومي. المهم ابو راشد الناس متخبله عليك تقول ابوي لازم ابو راشد يغني بخير وسهاله ويرد من نوع الكوي. ان شاء الله.
هي رد من نوع الكوي شرات الأول وخير. هي متى عادة؟ بعد يومين. بعد ما شيء نصخ ولا شيء. إلا من المصرط من الحلج. هي من الخشب ما شيء. لكن ما تكلت في العملية براشد؟ لا. بنج كامل لو موضعي؟ هي بنج ما موضعي ولو كامل براشد؟ كله. كامل هي هي بنج كامل. ودي حين قاصين لسانك انت لو قاصين لحمه من خشمك ما ترمس؟ ما كيف ما تروم قاصين لسانك؟ لا ما اقدر. انت ترمس من خشمك كل يوم ولا من ثمك؟ رابعش الى نفس. اي ما عليك باس ان شاء الله. ان شاء الله ما رباك. وباكر بعد ما شي رمسه؟ لا بس سلام كذا. من بعيد؟ ما صليان. يلا ما تشوف شر يا ابو راشد. هذا مك كابتن جديد. توضام هني في الجيم اسمه كابتن بدر مغربي لكن شكله يقول مصري في دمك ما في دمك حد يشوف شكله مغربي شكله مصري 100% والله العظيم بس انا مغربي هي والله كيف تجي سبحان الله ايش يعني من عند الله هيك لا يعني ما في مصري شبه مغربي الا انت اول مره نشوف مصري مغربي ابدا مصري 100% بس أنا مغربي 120% ومش حتى 100% الناس كلها خير وبركة لكن شكلك يقول مصري مش مشكلة خلاص بالنسبة لك أنا مصري أيوة حط بالك بلي أنا مصري هاي ألو كيف الحال؟ شو اليوم؟ اليوم شامل اليوم آخر يوم في الأسبوع فوق تحت شامل سيركوت ترينينج من فوق لتحت أو شيء إطالات ضروري إطالات آخر شيء زين كابتن ليش ما تغير في جسمي شيء؟ تغير جسمك تغير كابتن هذا بطني 40 من لا لا تغير جسمك وايد البطن شوي بس فوق ما شاء الله لك صراط يا كابتن ايوه هو مشكلتك محمد ايش اسوي انقص شوي لا بشير كابتن بكره رايح لين الشارجه حسب اعلان في مطعم فريد من نوعه مميز جميل ايه واشتغل عليك عشان تروح عندهم هيك عشان ما اكل كابتن كابتن بليز بليز يا كابتن بليز كابتن نعم سموح 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 منك عندنا اعلان مفروض نسويه على الساعه 7:30 والحين وصلت الساعه 8:30 ونحن ما سوينا الاعلان اعلان ضروري للغايه معرض نسائي ايام رمضان الناس بتستانس يلحق اير مو طيب يا محمد روح تاخر عليك 10 دقائق خذ راحتك ثانك يو كابتن سوي اعلان في هالمكان المميز في هالموقع المميز في هالمكان اللي غني ياليل بسويكم اعلان ما بمميز مميز للغايه مره على حوض السباحه فاكيد 100% انك بتكونين الاحلى والاروع والاجمل والارقى والاحسن واللي ما حد شافك في الدنيا العوده إذا أنت بتحضرين معرض أنت أحلى من تاريخ 10 لين 13 هذا معرض غير نمونة سمعتي به المعرض اللي غني يا ليل هذا هو في قاعة عبيد الحلو في المزهر هذا المعرض بيكون مركزين فيه للشو للنصف الشعبان ولتجهيزات رمضان وتجهيزات العيد ثلاثة في آن واحد تقول ما حد قالكن الحق ما تلحق شو بيكون موجود أولاً اللي بيكون موجود بخبركم عنه لكن الإعلان هذا يشمل منو رواعي البوثات اللي يبين بوثات واللي يبين يشتركن واللي يلهم في البيع والمشترى والتجارة ويدورن الرزق والخير يشتركن أبو في المعرض هذا معرض أنت أحلى من 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 الأنجح من أنجحهن وأخيرهن وأناقهن من المعارض اللي زينة والناس كلها تعني لها من جميع أنحاء دول مجلس التعاون يجيبون العارضين والعارضات كلن بسوقه وكلن ببضاعته وكلن بأغراضه وكلن بشارة يجيبون أشياء يوجد دائما عندهم سحوبات وجوائز مغرية القليل اللي ما ربح ليش؟ لأن الجوائز كثيرة عشرات بل مئات منهن انك تسيرين عين دبي انت وعائلتك عيادات تجميل مطاعم تذاكر سيره ييه علوم ما شيء كثره السنه حاجزي جايبينكم حتى تذاكر في الحديقه الجديده اللي في الشارجه
هاي الغابة اللي تو فاتحينها الجديدة، حتى هناك نسوي لكم تذاكر تشجيعية، وحق التذاكر بعد حاطين لكم مال متحف المستقبل، وايد وايد أشياء حاطين لكم، ناهيك عن المطاعم، ناهيك عن الهدايا، ناهيك حتى عن المجينجا وكاش مسوي. منسقة المعرض أو اللي مسوي المعرض مسوي فعاليات لليوم الأولي والثاني والثالث والرابع، وفوق هذا كان قاصرة بنوفيها، بنحط رقمها بوي للي ممكن تبي تشارك في بوث أو عندها استفسار أو تبي تسأل عن شيء أو شياته، بس ما عليه إلا تتصل، إن كانت ما ردت طرش لها واتساب. حرمة زينة طيبة نتعامل نحن وياها من هالكثر سنة نعللها، ولا تديت أي ردود أفعال عنها في أي تقصير، ما شاء الله عليها وافية وكاملة والكاملة الله. شيء طبيعي إن من بعد الجيم أي الممشى، ممشى القناة أمشي 5 كيلو، 4.5 زائد قاصر يزيد يقصر ورد بيتي. أكيد أستمتع أشوف العرب، العرب تشوفني، أشوف الناس، الناس تشوفني، وأضوي بيتي، فأكيد أستانس، أكون قمة السعادة. يلا تصبحون على خير. يقول أبو محمد مليت من كثرة تصله، مليت من كثرة تصله، وأشوف ماشي فائدة فيه، عود بلا ظلة وغلة، شو الفائدة تتعب وتسقي؟ نعم. لهكذا طبعه تمله وتعف حتى سمع طاري، والإنسان ما يرضى المذلة، والرجل راسه ما يوطي، واللي ما يبى منه نخله نشطب على اسمه ونلغيه. غيره يجي حلف محله، بيحفظ السد ويحاتيه، ذاك القمر بين الأهل سود الليالي ما تخفي، والله على راسي بشده بداخل عيوني خليه يا رك الله يا ابو راشد.